وسط 20 دقيقة مازلنا متواصلين معاكم حتى للستة متاع العشية. في النص ساعة الأخرى مش نستقبلوا المواهب وش نحكيوا على المواهب في فيوتيور ستار. فيوتيور ستار سامح كريدين هي اللي لهي تنا بالمواهب وأول موهبة مطع المواهب جوي عملت لهم جامعية وربريك في الراديو ماذاش نعمل غير يجوب بنكا. أول موهبة معنا بهي زياني هكا مرحبا بيه مرحبا منين جيتنا بهي؟ من أريانا من أريانا معناها عندنا مستمعين في أريانا زادة يشوفوا كل بقعة هذيك الحاجة الباهية اللي قاعدين برشا عباد قاعدين يبعثوا لي مش كان ولاد الكابون مش كان ولاد الكابون ومرحبا بالناس الكل حاجة تفرحنا برشا ونحبوا نشجعوا الشباب وإن شاء الله بالتوفيق عايشك إن شاء الله بهي شنو مش تسمعنا نشوفوا قدامك توا فما عندك جيتار وتغني أو ميم طون يعني عصف وغيني اخترت غرامي شعري مرستي ونغني بجيتاري الله الله هذا كلامك اي اي وتكتب معني بتبيع اللي جام هبط عليه عنده شن يوتيوب قلنا شنو اسمها باش الناس يتبعوك زياني زياني وفيها نومبر دابوني مهم يتبعوا فيك نزلت ولا نزلت كديت انا 6000 ماكس ماني مانيش نعمل سبونسوريزي ولا اي اي سافا صح شويه دعمك اها بي دونك نحن توا مش نسمعوك كما قبل خلينا نخرجوا اشهار وراجعين أمام أفريقيا لكرة اليد تونس 2020 من 16-26 جنوب الهدف هو التتويج والنجمة رقم 11 للمنتخب والتحدي هو التواجد في أولمبياد طوكيو 2020 مواكبة خاصة على راديو مان تقديم لبرنامج المباريات النتائج وآخر الأخبار وكواليس المنتخب الوطني التونسي والمنتخبات المشاركة نشرت يومية في فلاش كان العشرة الأربعة متاع العشية الثمانية متاع الليل تغطية خاصة للمباريات من خلال النقل المباشر وكل التصريحات كان تونس 2020 عيش الهوم على راديو ماد راديو ماد الموجة اللي تزهيك باش تعرس في الصيف والقضية ما حبوش يوفيو لا تخمم ولا تحتار معرض زينة الدار العروسة بفضاء قصر المعارض سوسة الدولي من 16 إلى 26 جانفي 2020 من 11 متاع الصباح إلى 7 متاع العشية تلقى فيه كل ما يلزمك من مستلزمات الفرح وزينة العروسة وأحدث الابتكارات في الموبيليا والديكور وبرشا مفاجآت رجعنا لكم من جديد 25 دقيقة مازلنا في روبريك فيتور ستار احكينا على بهي زياني أول موهبة معنا وتوا قايد باش نسمعوك بهي تعالي تفضل احلى الغرام انتي في الدنيا حكايه
سلطانية قلبي ما بال الله الله ايوا هي نحب نشوف رايك لهنا على خاطر نعرف بون سي لا ثيم هو شوك برشا لكن فوالا نسمع ان شاء الله بون كوراج بون شانس وهكا بشوي 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 راهو تتعب تلقى ربي معاك عندك حاجه اخرى تحب تسمعها لنا ولا عندي اغنيه جديده زيد تمشي اغنيه معروفه هكا نشوفها في صوتك فما انتاج هو ماك سعيب هبط اغنيه على الغربه وكل عجبتني على الاخر حفظتها نحب انت شكون ماك سعيب زين ثقافته بعيده علينا نسمع كنا ايا ما بابتنا نتوالفو شفت حدايا ما ظنيت نتفارقو كنت معايا عطيت قلبي وخليتني انا مغرور قلبي مجروح شوفي الدنيا دارت علي قولي واش ربحنا خسارة حبك اقتلني وانتي في محنا منك مغرور قلبي مجروح يما داتني الموجة داتني وخلاك قلبي معبي وانا حالي مشو وينو زهري انا خليت لما تبكي انا خليت لما تبكي يما داتني الغربة داتني وخلاك قلبي معبي يا 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 انا خليت لما تبكي انا خليت لما تبكي سمحتي فيا وسمعت كلام الناس انا عملت فيك نية خليت كل شي يمشي غير تكوني معايا عطيت قلبي وخليتني قطع البحور ما شفت النور شوفي الدنيا دارت علي قولي وانش ربحنا خسرت حبك اقتلني وانتي في محنا منك مغرور قلبي مجروح يما داتني الموجة داتني وخلاك قلبي ما وانا حالي مشو وينو زهري انا خليت لما تبكي انا خليت لما تبكي يما داتني الغربة داتني وخلاك قلبي معادي يا 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 انا خليت لما تبكي انا خليت لما تبكي ان شاء الله تكون البداية هذه لطريق النجاح وبالحق معناها تحس كالم عارف شنو تقول تقول عمرك قداش عمرك انت ساعه 21 سنة تحس عندك تجربه قديمه ومستانس وعادي وقلق قديمه مع برنامج انتي ستار في قناه حلبات اها ايوه حاجه بيع على الاخر وفرحان بيه زاد حتى الفيتشر ستار ان شاء الله يكون وجه خير عليك وان شاء الله نشوفوك في اعلى المراتب ما يساش قولك لا يا ستيل هذايا بون ولينا نسمع في يعني دارج في تونس عنده جمهور سينو انا كي نسمع يعني صوت حلو ما شاء الله ان شاء الله بون شانس جيد اخدم على اليوتيوب ولا يواصل توا معناتها وسائل التواصل الاجتماعي الكل وذوما الوسائل الاعلاميه العصريه نقولوا احنا ولا يواصلوا زيد كيف كيف بون شانس ميرسي بوكو اللي حضرت معنا اليوم شكرا لك بهذا يعني خليكم مع الموسيقى وراجعين